لما تكون بردان وتقول الجو محتاج حضن. الجو ده بس، الجو ده هو صحيح البطانية بتدفي، بس بتدفي الجسم بس، أما الحضن بيدفي الجسم والروح وكل حاجة. والحزام هيدفي الدنيا يا روح أمك. بابا هو أنت سمعت؟ أوعى تفهمنا غلط. يا عم ما غلط إلا الغلط. بقول لك إيه، لا أبوك عنده فراغ عاطفي وسعان من جواه، ما عندكش حد كده يجي يدفي له قلبه وروحه كده؟ لا بابا. ها هو ده اللي هيدفيك. استنى بقى، استنى تعالى. لما ابوك يعمل لامك اغنيه في عيد ميلادها. بص بقى، عشان انا كاتمه وسكته من الصبح، اقول حد فيهم حالا ان هو يخلي عنده دم يقولها، لكن فعلا الاهتمام ما بيطلبش. ولا انت عملت ايه؟ لا طب والله العظيم ما عملت حاجه، بس الموضوع طالما في اهتمام يبقى يخصك انت وبره عني. حاجه ايه ده حاجه؟ بس كده ممكن افهم في ايه؟ والله هو المفروض يعني ان عيد ميلاد النهارده، ودي حاجه المفروض انت تعرفها لوحدك، لكن ايه ازاي؟ لا لازم انا اقول. هو انتوا ايه؟ نهار ابيض، قوم بقى اتصرف واعمل اي حاجه. عيد ميلادك. بص يا حبيبتي، اهدي كده اهدي. انا كنت عامله لك مفاجاه، حتى عم رحت عملت لك اغنيه وجاي تحب اسمعها لك. بجد يا حاج؟ والله عامل لي اغنيه؟ انا برضو قلت انت اكيد يعني مش انسان يا حاج، ممكن اسمعها؟ عليا وعلى سنين ام السود. بص انا اقول لك كلمتين، كان يوم اسود لما جيت الدنيا عينا ليا، ولما شفتك يا ريتهم كانوا خزقوا عينيا. مش فاكر لما يوم ابوك يجي يتكلم مع ابويا، ايه الكلام جاب بعضه معاهم واتدبست فيا، واتدبست فيا. كنت واحده بايره واتضحك عليا، اتضحك عليا، اتضحك عليا. ايه الحاج اللي انت بتقوله ده؟ يا حاجة بقول الحقيقة. حقيقة ايه؟ انت محدش شافك كده، انت كنت جربان يا عم. انت بقول لك ايه، انت اصلا انا مخنوقة منك وطلقني بقى. هو كده هتطلقني؟ تعال. لما امك تيجي تغسل السجادة على السطح. رايح انا على الولا اجيب لي السجاد الباقي. انت يا ولا، انت اللي على السجادتين اللي عندك. يا ماما انا مش قادر والله العظيم، الجو بارد. يا واد قوم اعمل خير في دنيتك بدل ما انزل. يا نيني هو مش غير في البيت ده، وبعدين السجاد اللي بيحصل في الجو ده. حاضر جاي اهو. يوه يوم مش فايق اصلا معاك. ادي السجاد اهو يا ماما، عايزه حاجه تانية؟ استنى بقى عشان تغسلهم معايا. تعالى. لا لا ولا اي كلام من ده، انا مال، انا نازل. يا فوش. ولا اقول لك يا امي، انا هفضل معاك هنا لحد ما تخلصي. والله طب انزل تحت بقى، يلا كده ما اشوفش وشك هنا، اغرق يلا. وانت يا بنت، انت قلت الادب انت، انا هنادي لامك دلوقتي، ادخلي جوه. لما تقول اغنيه وابوك يقول احلى منك. هو كل شويه اغاني اغاني، الناس كلها زهقت مننا يا عم. طب والله يا بابا في ناس كتير حابه الفكره دي قوي، طالبينها مني كمان. وبعدين يعني بص يا بابا، انا هقول لك اغنيه جامده وانت تقول الاغنيه الاجنبيه بتاعتها. قشطه. تاني. طب والله يا ماما هتبقى حلوه قوي. ها قلت ايه؟ يلا ماشي. تعبان قوي من جوايا، شكلي هموت، قطعت الصوت، هبوف تكروني بسيرة حلوة. انا عارفاها دي، اقولها انا، اقولها انا. لا لا استنى، من فوقش اقولها انا. الله يرحمه بقى، كان الناس كلها بتحبه، كان بيقول لك ايه؟ قرب لي كمان يا حبيبي، سيبني اعيش، نفسي اعيش ليلة ما كانت على بالي. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. لو التلاجة كانت بتتكلم. هو ليه الواحد بيجي على طول كل يوم نص الليل يحس اللي هو جعان او كده؟ ما اشوف حاجة تتاكل. اقف مكانك، اياك تيجي جنبي. ايه ده؟ في ايه؟ وحياة امك ما تقرب مني علشان انا جبت اخري منك. انا؟ طب ليه طيب؟ يا ابني هو انت مش كنت هنا من 5 دقايق ولسه فاتح الباب بتاعي؟ حلو، ولقيت فيا ايه؟ هيكون فيك ايه يعني؟ شوية طماطم على شوية خيار على ليمونتين كده بقالهم سنين. بتمد ايدك عليهم ولا بتاخد منهم حاجة؟ لا بصراحة لا. امال بتيجي تفتح الباب ليه يا عم كل شوية يا عم؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش اخوات بلاستيك؟ امشي انا منين هلا؟ بالراحة. طيب هو ايه ده؟ اشكال نعلم بقى لربنا. مبوك يلعبكوا كوره هو واصحابه. سلفا طب اجيبها ازاي دي؟ ما بروح يا عم سلفا. امس يلا بقى كده يا رجاله زي الفل عشان نمشي، بس اللعب كان حلو قوي النهارده يا جدعان. والله كان موقف جميل. بابا الا هم مش دول العيال حاجه ساعتني. ما تيجي يا حاج انت خش اللعب ونعلم عليهم. تلعب بس يا بابا انت والحجاج اللي معاك دول، انتوا في الكوره اصلا. انتوا عايزين تفكرونا باللازم مضى بقى. طب ما تفكوا الذكريات دي، الملعب اللي هيحكم على فكره. يابا تعالوا ونوريكم نفسيكم. الا طب ما تيجي تورونا نفسكم وهنحط عليكم. يلا بينا يا رجاله. يلا يا رجاله شوف بقى ابوك هيعمل فيك ايه.
ايوه يا حاج اللي بتتخن انت يا جامد، احنا النهارده مش الخميس. يا ابو يا بني وعملت تسخن بالك سبع يا عم، شوف لك شخن عبيع سلم يا حاج. الصلاة على النبي عليك يا حجيج. يا حاج الله يا ريتك كانت جابت منك ذكر بط. عايش يا حاج عايش، خش عليا يا حاج خش. انت بتعمل ايه؟ حاسب يا حاج، ما قلت لك حاسب. يا ابو يا بني مش قلنا لكم مش هتقدروا علينا. لما ابوك وامك يسيبوا اختك الصغيره معاكوا يخرجوا يا سمسم، هننزل انا وماما حبيبتي نجيب طلبات من تحت وبعد كده نطلع ناخدك وبعدين نروح الفرح. ما تنساش يا بابا تجيب حاجه حلوه وانت جاي. حاضر يا حبيبتي، وانت على خلي بالك منها. حاضر يا بابا. ما تجيب التليفون بتاعك اما تتفرج عليا. يوه هنبدا اهو بقى. بص يا ستي اسمك من التليفون خالص، انا بقى احكي لك حدوته. ماشي. طب اسمع بقى، كان في واحده معفنه ومتجوزه وعندها دبدوب كبير خالص، كانت بتخرج تروح الشغل وما كانتش بتعمل اي حاجه في الشقه، ما كانتش بتطبخ ولا بتكنس ولا الكلام ده كله، وجوزها كان بيجي يلاقي الاكل كله جاهز والشقه نظيفه خالص، وكان بيفكرها هي اللي بتعمل كل ده مع انها ما كانتش بتعمل حاجه. امال مين اللي كان بيعمل كده؟ الست دي في مره بقى رجعت من شغلها بدري، لقت الدبدوب الكبير ده واقف في المطبخ وكان بيقلي سمك. يا ماما! الست راحت مصرخه، راح الدبدوب ماسك الزيت وراح زقله في وشها. اسكت بقى، انا عايزه ماما. لما اخوك الصغير سمعك بتغني. إيه انا سمعك اغنيه حلوه. سمعيني. طب بص الخطه الجايه، انا اشتري مركبه فضائيه. لما يكون في مطر وبرق ورعد وانت نايم. يا رب الحق الحل اللي قبل ما تتبل. انا على مشاكلك يا شيخ، وقعت قلب الضغط يا محصر. لما اختك يكون صوتها حلو وانت تطبل لها عشان تغني. بابا كنت عايز اسمعك اغنية هتعجبك قوي. تعال تعال سمعني يا قلب بابا. وانا والنبي يا بابا عايز اغني معاه. وانا يا بابا اغني معاها من حلاوه صوتك وانت بتتكلم قوي، انا اسمعك وانت بتغني ازاي. خد يا فوقش طبل انت وانا اغني. نعم بتقول لك خد طبل وهي هتغني. ايه ما سمعتش؟ لا سمعت. حاضر حاضر. لقيت قلبي قد عصاني يوم حكاني وجاني الحسايف في حناني والوفا فيني لما تليفون ابوك يبوظ وانت تصلحه. يا عم اشتغل بقى. ولا ما تاخد تشوف الموبايل ده ماله عشان مش راضي يشتغل. طب ما تجرب كده تفك البطاريه وتركبها تاني. لا ما اعرفش، خد انت اعمله. هات يا بابا. لما تعمله بقى نادى عليا. حاضر يا بابا. دلوقتي بقى لازم نفك كده المفروض بقى البطاريه تركب دلوقتي تاني. تمام مركبينها كده ماشي. والله انت برنس يا فوكش. يا بابا ها اشتغل. اي خدمه، خد الموبايل اهو حطه في الشحن الاول وسمي اللكنه وشغل. هات يا ابني، انا تعليمي فيك مش من فراغ برضه، خد بالك. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مش شاف حاجه ولا يا عيني ده اتصدم. لما تشوف بنت حلوه في الدرس. وطبعا في البدايه احب اقول لكم كل عام وانتم بخير يا ولاد، بدايه سنه دراسيه علينا كلنا. حلودي التعودي. نعم ماله ده مستر؟ شوف يا مستر ده عايز ايه. ايه ده قوم يلا اقف انت يلا. انت كنت بتقول لها ايه؟ مفيش يا مستر، انا بس كنت بقول لها حلودي التعودي. يا ابني ما انا عارفه ان انا حلوه من غير ما تقول، انا اصلا قمر. ايه ده ايه ده المجتمع ده.
لما اختك تبقى مندمجه والهاند فري في ودنها. فهمت بقى يا اخويا اللي انا بكلمك فيه من ساعتها؟ يا حاجه ما تدقيش، العيال كبرت خلاص ويعرفوا يشيلوا مسؤوليتهم من دلوقتي. مين دول؟ دول يشيلوا مسؤوليه؟ اهو التليفون في ايده 24 ساعه وما بيقومش يذاكر حتى. والتاني قاعده قدامك اهي السماعات في ودنها على طول وما بتشتغلش. صاحبي اللي امنت لك حتى بيتي فتحت لك لما خربتش غلاك، يبقى زيك زيهم يا اللي كاتبين على الحريم قولوا اهلا بالغشيم. نور بالراحه.